عرف يوسف إدريس أنور السادات واقترب منه، تصادق، لكن الزمن لعب لعبته، فرض التغيير وأعد بينهما الخلاف كي يفترقا. يوسف إدريس ما تقدرش تسيطر عليه، يوسف إدريس مش بتاع انك تقعد جنبي فتمدح السلطان والبتاع. كان بينزل مقهى ريشته لكل شهادات اليسار المصري عن وقفات ريش، سواء في اغتيال غسان كنفاني، سواء في الاعتراض على مبادرة الحرب، لا حرب ولا سلام، كل ما حدث في السبعينات كان يوسف إدريس موجود فيه في مقهى ريش في وسط القاهرة وسط كل الناس. السادات طول الوقت كان شايف ان انت ما فيش سيطرة عليك، مش هعرف اسيطر عليك، ومستحيل سيطر على يوسف. يوسف يحقق رؤاه. علاقة أنور السادات بيوسف إدريس بدأت في الخمسينات، كان متابع لمقالاته في الجمهورية ومعجب به وبموهبته في الكتابة، طلب منه أن يكتب مقالاته الافتتاحية في جريدة الجمهورية. الفترة دي كان السادات عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس إدارة الجمهورية، فبدأ يقول له اكتب لي المقالات، فبدأ يكتب له المقالات وعمل له كتابين كمان. طلب منه أن يكتب كتاب عن الاتحاد القومي، وكتب كتاب اسمه فكرة الاتحاد القومي، نشر باسم السادات. فهذه الفترة طلب من السادات أن يكتب كتاب عن حرب السويس أو حرب 56، كتبه أيضا يوسف إدريس ووضع عليه اسمه السادات، ونشر في الهند باللغة الإنجليزية، ويقال أنه ترجم في مكتب شهد عطية. كان هناك تقارب حتى جاءت كامب ديفيد. وأنا أطلع فجأة على القراء برأي خطير في أنور السادات، مسألة قيل في تأويلها كل ما يمكن أن يخطر على بال إنسان موتور أو حتى حسن النية، غير أن أحدا لم يتوقف للحظة ويتساءل عن الحقيقة ولماذا بدا أني خرجت على الناس فجأة برأي في السادات، وكأنني قد اتفقت مع الأستاذ هيكل ومع الصحف العربية التي نشرت كتابه ومقالاته في مؤامرة للنيل من الرئيس الراحل معا وفي وقت واحد. كتاب البحث عن السادات هو معارضة لكتاب السادات البحث عن الذات. كان مجموعة من المقالات التي نشرها يوسف إدريس في جريدة القبص الكويتية 1983، ثم جمعها وصدرها في كتاب. الكتاب كان هجائية سديدة القسوة للسادات كشخص وللسادات كعهد. فوجئ يوسف إدريس في إحدى خطب الرئيس محمد حسني مبارك أنه بيتكلم عنه، بيقول لك أنا عندي واحد مثقف كاتب كبير راح خد فلوس من دولة وحاجات كده. يوسف إدريس ما استحملش، بعت له رسالة مطولة ومشهورة ومسجلة، إن ما يؤلمني أن أتهم في حياتي بأنني تلقيت أمواله. هو كان بره، كان في اليونان ورجع، لقى في حملة في مصر كبيرة جدا ضد الكاتب اللي باع بلده والكاتب، فكان لازم يرد في نفس الوقت على حتى الرئيس مبارك اللي بعد كده حصل اعتذار لما راح له بيته هو وحافظ الأسد وحاجات كده. لكن يوسف لم يكن يرضى إلا عما يرضاه هو نفسه لنفسه.